اجري على المخزن جهز طلبيه الصابون على ما ادفع الفلوس فوق في الخزنه. مش هتلحق الساعتين الا خمسه. ليلتنا بيضه. قول يلا هم. مساء الفل يا فل. فلوس ايه قبل ما الخزنه تقفل؟ حيوان مشهور بالغباء وله اذنان طويلتان. سيد قشطه طويله يا استاذ. ايه انت مش شايف مشغول؟ انت حمار؟ الحمار الحمار يا حسين يا سكر جدع. يا حمار يا حسين يا سكر معلش حمار. مقبوله منك. طب استلم بقى دقيقه واحده. فلوس ناس ربنا يغنيها من فضله يا استاذ فكري. عيب واحنا وش الحاجات دي. نعم الفولي بيجهز الطلبيه وادي فلوسها. هتفضل طول عمرك تشيل فلوس غيرك كالحمار يحمل اسفارا. ما هو حضرتك برضه يا استاذ فكري صرف على فلوس غيرك. ما انا كمان احمر منك. لا يا حبيبي الورق ده ما ينفعش. فين امضه مدير المبيعات؟ فين امضه رئيس الحسابات؟ هنا في نظام في روتين. اتفضل. وحياه غلاوتك مش هقدر اشوفك قبل اسبوع. احمد بيه احمد بيه لو سمحت. لا 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 ما تعيطيش يا ستي حاضر. هشوفك بعد 3 ايام بس مش اكتر من ربع ساعه. انت عارفه ان انا محجوز. الخزنه هتقفل يا استاذ. يا اخي يا اخي خلي عندك ذوق. اسيب البنايه اللي هتموت روحها من العياط عشان امضي لك؟ اعوذ بالله ده انت ممل. معلش هات. هيا بيت ايه ترج الازازه قبل الاستعمال شفطة واحدة وما تقولش لعدوك عليها. انت متأكد؟ وشرفك يا سعادة البيه لولا الإزازة ديت ما كنت قدرت أتجوز نسوان الثلاثة اللي على ذمتك. كده ما ينفعش. ما رجتش الإزازة. رج رج قوي. رسمي حسابات. وشريف بيه ماله؟ مفيش. اصل بروج الدواء. على العشوة بقى. روج التنانير.